بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل برنامج يحاكي الوجدان ويدخل إلى قلوبكم قبل بيوتكم ليرسخ مبدأ التسامح وينشر الود بين الناس. تحية طيبة لكل مشاهدي قناة الطليعة الفضائية أينما تكونوا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصفح الجميل. في كل حلقة من حلقات برنامجنا تكون عندنا قصة معينة، سواء قصة بين الأصدقاء بين الأهل بصورة عامة. اليوم قصتنا حتكون بين فنانين عراقيين، صار سوء تفاهم حول موضوع معين، ما رح أحرق الموضوع كله، تعالوا يا لي خلينا نسمع القصة من صاحب القصة. إذن مشاهدين الكرام مستمرين معاكم خلال إطار حلقتنا لهذا، مثل ما ذكرنا أنه عندنا قصة راح نسمع القصة من صاحب القصة، لكن قبل لا أعرفكم لصاحب القصة، صاحب القصة أو صاحب القصة فنانة عراقية عربية نقدر نعتبرها اخترقت الساحة العراقية خلال فترة وجيزة، قدمت وأصبح من الفنانين الكبار عندنا بالعراق. اليوم احنا نتشرف أن تكون ضيفتنا في برنامج الصفح الجميل، راح نتعرف عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. شلون السيد؟ الله يخليك، بس الصحة والعافية إن شاء الله. قلبك تسلم لي، الله يرضى عليك. شرف لي أن تكون ضيفة اليوم عندي ببرنامجي، وأني أشرف بيك حبيبي. الله يخليك. فنانة عراقية أيضا عربية نعتبرها على مستوى العراق، مثلت العراق بصورة جميلة جدا على مستوى المسرحيات والمسلسلات العراقية. احنا ذكرنا في بداية حديثنا كان اليوم اتمنى ان يكون حديثنا هو حديث فني، لكن اليوم طبيعة برنامجنا هو مبني على الصلح والتسامح والمحبة بين الناس. اكيد عرفنا انه عندك قصة او نقدر نقول سوء تفاهم مع ايضا فنان عراقي جميل جدا، فحبت ان اطرحها في برنامجنا واحنا نتشرف بهذا الشيء. نقدر نعرف القصة الكاملة، لكن قبلها ستعرفينا باسمك الكامل وعن طبعا اسمي نسمة، فنانة عراقية على راسي، وأشرف طبعا بهذا البرنامج الحلو، ويا رب إن شاء الله تكون اليوم الحلقة مميزة. آمين يا رب. وتمنيت هاي الحلقة من زمان، بس هي جت إن شاء الله بالوقت المناسب. نعم. أنا أحب كل إخواني الفنانين وكلهم زملائي وأساتذتي، وبالنسبة للبنات الكبار، لكن مرات يصير سوء فهم أو شيء ما متقصده به، سبب مو مشكلة بس صار فد، نقول احنا فد كسر كل شيء كبير بيني وبين فنان اعتبره أخوي، اعتبره نعم. صديقي، اعتبره زميلي، اعتبره فد شيء كلش مهم بحياتي. نعم. هو الفنان سعد خليفة. نعم. سعد فد شيء كبير عندي، ولي أيام كلش حلوة وياه بالفن وبالتصوير وبالسفر ومعاناة، عارفة شو يحب، عارفة شو يكره، يعرفني شحب شكره يعني. لكن بالفترة الأخيرة اللي هو تمرض وقع بالمرض مالته وقام إن شاء الله بالسلامة يا ربي، يبعد كل الشر عنكم وعن يا ربي. إحنا كنا بالمسرح. أوكي. أنا ياسوية، فبدأ تظهر عليه الأعراض مالت المرض، إنه رجله بدأت تورم حتى العفو ما يقدر يلبس الشوز مالته. نعم. يعني بدأت عليه أعراض الأصفرار مالت الوجه، وجع، ألم، برد، كلش أخاف عليه، يعني أحس واحد من أهلي هو. سافرت أني، لا قبل سفري هو تعرض كلش. نعم. يعني وقع نهار يعني ودوه، طلع عنده فشل بالكليتين. نعم. ففشل بالكليتين، ما شفت إلا سعد بالمستشفى إنه خالين الصوندات. نعم. الحادث يعني الأليم اللي كنا شفنا يعني. نعم. العالم تروح وتجي وما أدري شنو، وهذا ما قدرت أني أروح له. ليش؟ ما قدرت أروح له ليش؟ سعد يعني أني إذا أروح لأنهار، واني مارد أنهار والعالم يشوفني أني واقعة، يعني واقعة بحد أعتقد أنه ما حد يقدر يسكتني يعني. قلت لك أنا سعد في شيء كبير كله عندي، ما أقدر أشوف سعد خليفة وهو نايم بالمستشفى والصوندات وده ينتظر لحظة الموت، يعني لحظة لحظة أباو على إنسان أنا أحبه وأعتبره في شيء كبير إلي بالنسبة إلي، والصوندات هنا يعني في شيء إلي ما أقدر، يعني ما أقدر نايم. جت بالموضوع ما أقدر. وهاي دموع بين عيني. نعم. فرغم كل هذا أنا
اتصلت بالفنان اخويا واستاذي الكبير ناهي مهدي، كان هو يمه، فطمنت عليه، حكيت ويا سعودي، قلت له ان شاء الله عمر لوتي كلات اثنينات انا نطق اياهن. راسا صارت عندي سفره مات الكويت، سافرت للكويت، كلش يحبوه هناك. فانا كانت العمل ويا استاذ داوود حسين، نعم. تحيه خاصه طبعا لهم. نعم، تحيه لكل فنان عربي. فقال يعني اترجاك خلي اتصل بي، فحضرنا الاتصال بي. كانت الفنانه اختنا العزيزه المحبوبه الفنانه العراقيه العربيه ميس قمر، نعم. تحيه خاصه لها طبعا. نعم، تحية خاصة. كانت معاها، هي طبعا هي سايره هوايه مشوار ويا هي واختها الفنانه لبنى. فاتصلت بهم، كانت قلت لك معاه بالمستشفى باربيل. سلم علي داوود حسين وسلمت علي انا حبيب قلبي ان شاء الله ما بي غير العافيه وهذا، فكانت الامور يعني طبيعيه. زين طبيعي. اي رجعت اني قالوا سووا العمليه ما اعرف شنو، فحكيت ويا على ود موضوع انه ها حبيبي شلونك صحتك شلونها، تقدر هسه مثلا اذا اكو فت عمل فتشي ترجع بي هذا. حسيت انه نبره صوته مو سعودي. نعم. يعني مو سعد. اي فكانت الامور ماشيه، بعدين سعد ما كان يحكي وياي، ادز له رسائل صباحيات ما اعرف، فعرفت من زملاء مقربين انه سعد خلاص انتهى علاقته. ليش؟ يعني هو من محبته الي يقول يعني كنت اتمناها يمكن هي اول وحده يمي، رغم كل الفنانين هم اغلب الفنانين راحوا له واللي خابره واللي هذا، بس يجوز انا كنت فد شيء مميز له. بس اقول له والله يا سعودي والله ما كان الي بي غير قصد نهائيا، سفرك وسفري ومو سفرك وسفري، لا هذا ما اسم، بس قلت لك الحاله اللي انت بيها مستحيل انا اقدر اشوف انه هو في دفتر تبرعات ما اعرف شنو، كل من هذا اجا وهذا هاي توال ملكله وما اعرف شنو وذاك، وصارت احس بيها فد شيء تجاري يعني مو لسعد، هذه مو لسعد. فلهذا قلت لك انا الموقف ما اقدر، يعني ما اقدر انا. زين شاوفتي انت وياه مكان معين؟ شاوفت. اي نعم، كان اكو مسلسل برمضان القناة الرشيد، فأني كان المشهد مالتي ورا المشهد مالته، فأجيت قاعدة ثانية من المخرج هذا هو مقابلي وعرف أني موجودة وصوتي وهذا سلموا علي، فهو مبوا علي رأسا خلص المشهد وكان يخلوه يطلع يعز علي، يعني قوة سيطرت على نفسي ما قدرت، قلت لازم أكمل المشهد، مو أني وأنا أطلع من المسلسل، لا صحيح ما يخالف، هذا شكل وهذا شكل ثاني. يعني الموضوع أنه هو سوء تفاهم أكيد، وأني بهواية برامج صارت ولقاءات قدمت له اعتذاري وكنت اتمنى اشوفه وكنت اتمنى، بس ما يعني ما اريد انصد، يعني ما اريد انه يعني اروح السعد وسد الباب وشي، هذا اللي ما اتمناه يعني، لانه هو فد شيء كلش كبير عندي. صح، هذا بحسوني هذا دليل يعني على انه قلبك الطيب. طبعا اكيد هسه تتحدثين ويانا ودموع بعينك على هذا الموضوع. احنا برنامجنا مبني على التسامح والمحبه، جو شات من شاتي برنامجنا، اكيد احنا راح نسعى مع استاذ سعد حاول خطوتك كلش بالخطوه اللي قدمتي عليها. زين ست، يعني ما حاولتي اندزين عليه فد فنانين تروحي انت بنفسك له؟ يعني انا يمكن الفنان ام اخونا ماجد، ماجد جبار، نعم. يعني قلت له، قال لي خطيه في اي وقت تريدين يعني خابره، فقلت يعني اخاف اخابره وما يقبل، يعني خليني هيك يعني بعيد، ولا يقولوا لي مثلا سعد ما يريد يشوفك هذا. بالعكس ست ان شاء الله، رغم هو انا صار موقف عندي صور السنه من السنين، احنا كنا بلبنان اكو فندق قدري، بقينا شهر يمكن صورنا، نعم. مشهد من المشاهد انه انا اجرت، كنا كلش تعبانين، فاجره وارجع مره ثانيه اجره بالمشهد، انا انه ما ادري انا وقعت، فهم قايلين لي قوم ترى هذا المشهد احنا بدا التصوير ماشي، فاني فاقده الوعد ما ادري لما يعني موت متت انا، بس ربك انه رجعني للحياه والحمد لله، شفتهم كلهم وضعيتهم تخبلت، يعني فتحت عيني اباوعهم كلهم داير مدايري والكاميرات، وانعرض هو بالتلفزيون وصار ما وراء الكواليس، يعني اشوف سعد بس يبكي، يعني ليش قلت لك اكو فتصلت كلش حلوه بيني وبين سعد، وصلت الاخوه بيناتكم، فشفت سعد يبكي يقول لي شفت الموت كله بعيني، شفتك يقول تخيلت انت شلون راح تموتين ومت شلون، يريدون يسكتون سعد ما يقدرون يسكتون، فهذا يعني موقف يعني ما سالي يا ابد ما سالي، وربي ان شاء الله يعني يغفر لي ويسامحني يا ربي. ست اول شيء يعني ما اريد نبكيش اكثر، لكن انت ما مسوي شيء خطا كبير، يعني انه جوز باب الحب او العاطفه او انه انت ما تحملتي الموقف انك تروحين تشوفين استاذ سعد بهذا الموقف، ف
فاستاذ سعد اخذ الموقف يعني الموضوع على خاطر انت اقرب الانسان اليه. اكيد اكيد والله هو ما عنده شيء وياي بالعكس. احنا اليوم حنحاول وياه ان شاء الله ان شاء الله نقدر نجمعكم ان شاء الله وترجع علاقة أكثر مما كانت في القبل. أتمنى. شنو رأيك في خطوة البرنامج وفكرة البرنامج؟ فكرة البرنامج ما شاء الله عليك يا ربي فكرة كلش ناجحة وحلوة، وطبعا أكيد إلك نصيب يا رب العالمين والله العظيم. زين حب الناس إلك ومتابعاتنا وإن شاء الله كنا متابعين برنامج. الله يعني استاذ إنه حلو نزرح هيك برامج المجتمع مبني على الصلح مبني على التسامح. هاي البرامج الحلوة البرامج المميزة اللي تبقى دائما بالذاكرة ومشكورين طبعا هواي عليهم. بالعكس هذا واجبنا هذا وإن شاء الله اليوم نحول هاي الدمعة إلى ابتسامة حلوة إن شاء الله يا مع ربي. فنانة جميل سعد خليفة إن شاء الله. حاليا راح نأخذ رقم تليفونه نعم. ونتصل عليه ونجمعكم إن شاء الله إن شاء الله بخير قدم رب العالمين وإحنا كنا قلبا وقالبا معات يا فنانتنا العزيزة ربي إن شاء الله. الله يخليك. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل برنامج لهذا اليوم. فمن عفا وأصلح فأجره على التسامح هو قدرتك على العفو والصفح. التسامح هو العفو بأعلى درجات الكرم دون خنوع أو انكسار. التسامح صفة من صفات الأقوياء، سامح وصافح. كل من أخطأ بحقك أو كدر خاطرك فالحياة لا تحتاج لحقد ولا لعداوات، والحياة حب وعطاء. عود نفسك على أن تكون متسامحا حتى تعيش حياة السعداء دون شقاء أو هموم. إذن مشاهدين الكرام مستمرين معاكم خلال إطار حلقتنا لهذا اليوم. في كل حلقة عندنا شخصية جميلة شخصية مبدعة مثل ما ذكرنا أنه أساس برنامجنا هي التسامح والمحبة والرحمة، ونتكلم أيضا عن الشخصيات الموجودة عندنا. اليوم عندنا شخصية في برنامجنا شخصية عراقية جميلة جدا، فنان عراقي عربي ايضا جميل جدا، زرع الابتسامه على شفاه كل مواطن عراقي، نستمتع نشوفه بالشاشه العراقيه، نحس بطعم الفن العراقي واصاله الفن العراقي. اليوم معنا الفنان سعد خليفه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك حبيبي سعد يزن. افتخر اني اليوم ان تكون ضيف برنامجي. الله يخليك. شرف لي والكادر ايضا متواجد معي انه فنان عراقي عملاق مثل حضرتك متواجد معنا سلمك. في برنامج صفحة جميلة. يسلمك شرف لي. شلونك استاذ؟ انا فرحان جدا باول لقاء لي بهاي القناه الطليعه قناه البرعه ما اسميها اني يعني. نعم. قناة يافعة إن شاء الله. إن شاء الله. وقناة ناجحة بيكم إن شاء الله. وجودكم إن شاء الله. تحياتي لكل الكادر من القناة. اليوم أنا والسادة المشاهدين حاب نتكلم عن فنان سعد خليفة. تكلم في أدبك تكلم. فنان سعد خليفة حالياً مرت أجيال هواي لكن بقى محافظ على مكانه، فنان عراقي جداً. الحمد لله. على مستوى العراقي والعربي. الحفاظ على هذه الإمكانية بالوقت الحالي صعبة. طبعاً صعبة. طبعاً. يعني بهيك مؤترك بهيك يعني هلمه وهيك نقد والناس يقول لك المسرح هبط، ناس يقول لك الدراما هبطت، ناس يقول لك الممثل هبط، ناس يقول لك الممثل مو زين، ناس يقول لك الاختيار مو زين، كاتب مو زين، مخرج مو. بالعكس احنا عندنا فنانين كبار، مخرجين كبار، مؤلفين كبار. احنا ينقصنا عشان النقص يعني ينقصنا الدعم المادي، ينقصنا الدعم المعنوي، ينقصنا الانتاج، انتاجنا ضعيف. يعني احنا المسلسلات العربيه او الدراما العربيه مو اقل من عندنا شيئا يعني. يعني عندنا نجوم، عندنا كل شيء عندنا، بس مع الاسف ما عندنا انتاج قوي. يعني ما عندنا يعني فشيء شيء شد اقول لك انا ما اعرف يعني مو مثل الدراما قبل يعني. نعم. درامتنا كلش راقيه جدا، كانت راقيه بسبب انتاجنا كان قوي. بس هسه لا انتاج ضعاف مع الاسف، قام يدورون ماديات اكثر من النوعيه. يعني يقول لك انا دخلت احصل فلوس بهذا العمل. تتوقع الشارع يطلب هاي الاعمال؟ لا طبعا ما اتوقع انه الشارع. لا لا لا، الناس تريد الزين وما يصح الا صحيح. الناس يريدون الزين. ليش يعني يقول لك قام الناس مو مثل قبل وعيها. الناس هسه واعيه جدا، واعيه، ناس مثقفه.
الناس توزل الزين ومن الموزين. والدليل حتى عندك أفلام أو مسلسلات عربية قوية جدا وهم تعجبها العجب. حتى أكثر شبابنا وناسنا يقول لك أنا أتفرج على مسلسلات عراقية قديمة بيها فنان سعد خليفة وغيره نستمتع بنشوف حسب فنة. أنا من الناس يعني بقى القديم تنقهر تسعدني أكثر من هسه. تنقهر إنه قرر الوقت الحالي حسب اللي أشوف مسلسلات يعني فعلًا أنقهر يعني. زين استاذ السؤال بل يعني عفوا إنه الإنتاج الوقت الحالي نفسه عن قبل يعني أنت نفس الإنتاج بس إيش ما تنتج المادة مال قبل يعني أنت جاي تدفع فلوس. استاذ مو قبل يعني حتى المنتج هو ورا الكواليس حتى القبل المنتج ورا الكواليس بس هم يخاف على نفسه هم يخاف على اسمه. يعني مثل هسه المسلسلات والافلام المصريه عندنا السبكي وعندنا المصباح وعندنا اشكال وعندنا العدل وعندنا ذول ورا الكواليس ما حد شايفهم صحيح بس لازم ينتجون قوي لازم ينتجون زين لازم ينتجون صح حتى يكونوا حافظين على نفسهم اولا كاسم وثانيا تصدير واستقبال قنوات من يعني هسه انت قنوات ما تقدر تصدر لا ما تقدر ما تقدر تصدر اشغالنا عمانة يعني ما تقدر تصدرها لقنوات عربيه لان ما بيها اسماء قويه فايش قاموا يسوون حتى العربيه السوريه ما سوريه صحيح قاموا يسوون اعمال مشتركه حتى القنوات الهاي ياخذوها زين استاذ اكو بعض القنوات العراقيه حال الوقت الحالي انه دا في خلال يعني فتره رمضان انه دا يشتري مسلسلات مصريه صح لا باسعار جدا عاليه زين انت ليش ما تشتري المسلسلات العراقيه وانتج ماني اقول لك انا اقول لك الانتاج يعني هي القنوات ما تنتج هي دايركت القنوات ما تنتج هي دايركت لو تنتج هي دايركت اوكي الممثل ينتعش الانتاج ينتعش بس هي تعطيها منتج منفذ نعم منتج منفذ ياخذ يعطوني لي مسلسل يعني يعطوني لي 30 40 الف دولار انا يعني 35 40 الف دولار كل اصرفها على لا هم انا لي ادخل بجيبي يعني فصار يخلون الهوايه بجيبهم يصرفون قليل طلع الفنان حتى اقول لك انا اربح يعني واحد يقول له اقول له بو كان ما تربح يعني 10 دفاتر بشهر هنا جايتك 10 دفاتر ليش بتربح يعني خمسه شنو؟ خمسه وزها لا خمسه وطيها الانتاج يعني ترفه بها الانتاج يقول اخسر يعني شلون تخسر؟ هو انت بلاش جاي انت بدك اياها هبه يعني بدك اياها زين استاذ دور وزاره الثقافه وين الموضوع هذا؟ المرد المشكله المرد مثل احرج بالاسئله او ماكو يعني تدخل اي ماكو يعني, يعني ما يتدخل يقول امر الثقافه يقول لك ما ادخل انا شنو؟ إدارة يعني شيء حسابات. صار جزء مثل هسه أنت الحمد لله وشكر كاسم عراقي لا مع الحمد لله وشكر. الحمد لله فضل من الله. وضعتك الحمد لله لكن استاذ. بس مجبر. مجبر إيه. يعني هسه هواي فنانين كبار مو أني يعني هيك لا شيء عندهم فنانين كبار قاعدين ما يشتغلوا. أنا هذا قصدي بالسؤال إنه عندنا حاليا يعني فنانين عراقيين على مستوى أسماء زين ليش لا حقوق لا. استاذ هسه يعني أنت ما هسه المهرجانات العربية صحيح. العالمية شوف مستوى الفنان وين. شوف لبسهم وشوف سياراتهم هذا كان سؤالي لك وشوف استقبالهم وشوف تقديرهم وشوف ما يمشوا بالقاع يمشوا على سجادة حمراء على ورد يمشوا الفنان شوف الستايل قام هم يضخون منو عندنا فنان عراقي سوى ستايل وموديل والناس قام تمشي عليه لا ساشات آخر قبل فترة المهرجان اللي صار مصر يقول مثل توم كروز هاي شو مسوي مثل داكر صحيح هاي شو مسوي مثل هيفاء ما حد يقول هاي مثل سعد خليفة مسوي او مسوي مثل رزاق او مسوي مثل ماجد ياسين او مثل ماكو شو شاهد قبل كم المهرجان اللي صار مصر شاهدنا الفنانين بمهرجان يستمر اسبوع من غردقة فنانين يعني رؤساء نعتبرهم على النزاكة والترتيب ننقهر من نشوف هذا الفنان الفنان العراقي هذا المستوى والفنان العراقي عنده يعني قابلية وقدرة ان يقدم اكثر طبعاً. واكثر طبعا لا مقدم يجيب جوائز فنان العراقي رغم هذا يروح المهرجانات يجيب جوائز ويجي يعني مرات احنا نشاهد مشاركاتكم عربية والله تفوقون فنان عربي تفوقون انتم فنان عربي فرق فريق او فرقة عراقية تروح تشارك المهرجان اذا ما تجازي بس وين من يذكر زين ويجي ومن يجيبك مسلسل يجيبك مسلسل ساعتين هو يتفاوض وياك على مود ورقة على مود ورقة ولكن بالملايين يا ربي عقود تستمر بالملايين المصرية نقرينا يعني اقل واحد ماخذ هيفاء وهبي اقل ممثل يعني جديده على التمثيليه نعم. ماخذ 15 ألف دولار على العمل ماله اكثر بعد
هاي ما اكثر يعني. مسلسلات رمضان على ابو الورقه استاذ فيلم مو ما عاد ماكو قناه ما عندها ما عندك عزل عزل سدها احسنت سدها القناه ما عندك سدها ولا تخلي احد يحكي عليك طبعا سدها ما ادري انا شنو جايب انت هسه خلفه طالعه ما يقبل ببرقه يوميا طبعا خلفه طالعه يعني استاذ قصدك المسلسل ببرقه كلها لو شنو؟ الحلقه حلقه يعني كم ساعه؟ ساعه تلفزيونيه حلقه حتى لو نص ساعه حتى لو نص ساعه انت هاي اللقاءات التلفزيونيه مثل هذا اللقاء شوف الفنان العربي ايش قد ياخذ باللقاء ايش قد يطول وهو ما يدري ايش قد لانه هو عنده نعم. ما شاء الله كل شيء عنده مدير اعمال وعنده بوديغارديه نعم وعنده حمايه ما يدري ما يدري ايش قد ياخذ يعني انا تجي هنا عندي مدير اعمال انا اجي يقول لي تفضل استاذ سوي لقاء لان اعرف عندي مدير اعمال هو متفاوض على فلوس صح. احنا ما عندنا هاي نروح بطولنا ونجي بطولنا والناس تحبنا رب الحافظ والناس حفظكم محبه الناس مو مثل بقيه الفنانين العرب استاذ راح انا هسه لو يمشي معي اثنين ثلاثه بوديغارديه الناس تضحك علي بالشارع صحيح يضحكون علي وانت منو حتى تمشي وياك هيك عندهم بهالدرجه بس هو ما يرجع الشارع. ويشوف القامة الفنية اللي قدمها هو من يشوف مثل عادل امام وراء ثلاثة أربعة يمشون حماية يقول لك هذا عادل امام بس من يشوفون فنان عراقي مثل سامي قفطان وراء بودي جاردية فد اثنين ثلاثة يقول لك ما بعد بطران ما دعوة عادية فكرة تغير تصرفات تغير هم ما أعرف صار ندخل الموضوع ما قهرني ما قهرك أنا كلش أحبك وانا اليوم كلش فرحان توي هو يسلمك مو هذا الحديث يعني بي اوكي خل نغير الموضوع سيف ذو حدين يعني اغير الموضوع كلش احبك اني وما ارد اقهرك واني فرحان بيك اليوم لا بالعكس طبعا لا اي اوكي حبيبي طبيعه استاذ سعد خليفه عصبي هادئ جدا في دول الله هذا الشيء الرايداني ولا اصير عصبي بلحظه ابرد زين طبيعته انه النوع اللي يحب يسامح لو اذا زعل زعل يعني مصابح جدا بس قالوا بسرعه يزعل ودمعتي بطارف عيني لا قالوا بسرعه يزعل سمعت انا أيه. العصفوره قالت لي بسرعه يزعل ودمعتي بطارف عيني بس ازعل زعلي مو طويل يعني حتى الزعلان عليه احبه استاذ برنامجي انا من خابرتك قلت لي يعني ضيف عندي اليوم برنامجي انا اسمه الصفح جميل الصفح جميل الصفح جميل آية قرآنية فاصفحوا فالصفح جميل صدق الله العظيم مبني على المحبة وعلى التسامح وعلى الصلح أجمع اثنين بالبرنامج يعني بيناتهم سوء تفاهم ونصالح يجي شخص يوجه رسالة شخص معين زين الشخص إذا قبلها فأني ممنون منه بالتالي حيكون إنه هو نجح البرنامج نفس الوقت إنه هو إنسان متسامح إذا ما قبلها ما أجبره على شيء فأنا أكو شخص زعل عليه لا انت علي زعلان انا زعلان عليه اي يعني حاب يوجه لك هو رساله يلا اقرا رساله زين ما اعتقد انه زعلان عليه يعني هو يحب زعلان عليه يوجه لك رساله ببرنامج انا ما ازعل انا اعتب اوكي انا بطبعي تعتب ما ازعل عليه بس اعتب علي لان صديقي هذا الشخص كان موجود قبل شويه يمنا قبل فتره يعني الله شاهد علي يحكي ودموع على قولتهم 10 10 كلش يحبك لا تقول لي نسمة لا اسمعنا لا مو نسمة لا ما تحية فنانتنا نسمة دموع 10 10 كلش يحبك مقهور عليك فقال احب اوجهها رسالة قول اوكي شباب جيبوا لي الرسالة لكن قبل ان اجيب الرسالة نقرا الرسالة بتحدث وياك ايضا بعد شنو رايك بالانسان اللي ما يصالح اللي يقفل سواء كان مع امه مع اخوه لا 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 مع صديقه هذا قافل قلبه مو هو قافل قلبه الله قافل قلبه الله سبحانه وتعالى من يحب واحد يخلي كل الصفات الزينه دي بس همين هذا سخط من الله سبحانه وتعالى احسنت يعني لدرجه لا يسامح امه وابوه حتى الصديق انا مرتب من اقولها في كل حلقه اقولها انه الحياه قصيره لازم نقضيها بالمحبه والتسامح اجت الرساله قلت لك ناس من هاني ما زعلان عليك شلونك زين ان شاء الله بكل قلبك الحمد لله استريح ستنا
سالم شلونك؟ الله بالخير. الله بالخير. شلونك ابوي؟ شلونك؟ يعطيكم الصحة والعافية. أنا ما زعلان، أنا أعتب. صح. لو ما أحبها ما أعتب عليها. زين، قبل لا نحكي بموضوع العتب والزعل، عندك رسالة؟ نعم. وصلنا أسبوع نحكي بالرسالة. وانا اعتذر خواجتك بهاي الطريقه. لا لا بالعكس حبيبي، نسلمك ابو اعتذر منك بهاي الطريقه. سلمك. لكن انه هي عندها رساله. يلا انا احب اوجه رساله استاذ سعد الدامش. انا احب اوجه الاستاذ سعد اخوي وحبيبي وزميلي واستاذي وتاج راسي ابو حسوني الورد. سلمك. اقدم لك اعتذاري يعني من السما القع، وانا حكيت بعده يعني لقاءات، قلت اتمنى 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 الشيء اللي بعدني عنك مو بعدني. انا ما اقدر، يمكن قلت ما اقدر اشوف سعد وهو بوضعيته، انه الصوندات سعد مو بيدي. يعني انا كلش احبك بس ما اقدر اشوفك وانت تموت قدامي، اتخبل يعني ما انسى اللحظه من وقعت بيها وقمت تبكي علي، صدقني. وسفري صار وهذا، بس يعز علي يعني اشوفك ببرنامج وما اسلم عليه وما اقدر اسلم عليك، هذا فشيء كبير. لان يعني انت عندي شيء مقدس صدقني، يعني قدام الناس والدنيا كلها اقوله. يعني اقرب الناس الي. اي والله. ما انا اعتب يعني اذا اعتب اكيد يعني احب زهير بس ما زعل عليه، بس اعتب عليه. احب ماجد ما زال عليه، احب هواية يعني هواية اصدقاء ما قاموا يعني ما جوني بس انا احبهم اموت. نعم. عليهم هواية هواية يعني هسه لو عندهم على حد صار يمكن هي معقولة هذول ما جوك؟ اقول لك اي والله ما جوك، يعني اصدقاء اصدقاء يعني علاقة عائلة وبيت وطبة وطلعة وزاد وملح وما جوني بس لحد الان ما سألوا علي لحد الان وقل ما يخالف يا ولد بس اعتب عليهم انا يعني صدقيني سلم عليه وبوسه وحضنه بس اقول له ليش؟ بعد ليش ما سلمت عليه؟ ليش؟ اي هذه مو من قلب من قلب يعني هي تعرف سعد شنو؟ اي والله اعرفه. تقول والله انا اكو ظروف معينه. انت من قلت لي رساله انا عرفتها بس راسا تقول انا ما تحملت ما تحملت اللي هو زياره المريض يقول لك واجب وزياره المريض هي نص علاجه يعني نص تداويه. الله يعطيك الصحه والعافيه. انا الحمد لله والشكر يعني من وقعت بالمستشفى والشده وزالت ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله يا ربي. اللي خفف عني مو الاطباء صدقني هاي الناس رجول حلوه هاي الناس اصدقائي. صح. الناس اللي جوي الدنيا اللي انقلبت علي هاي مو شارك من ازري يعني. صح. نقذتني نقذاني. قبل ان نكمل حديثنا نشرب العصير. يلا خايف على سعد هذا انا اقدم له العصير. استريح استريح ابدا ابدا تشرب عصيرك زين استريح. تقول اني انه ظروف معينه ما قدرت اجي بيها معذوره مو هو يزل انا اذا ما اقدر اجيك اشيل تليفون اقول لك بس انا خبرت يعني شيلك تليفون. انا اول شيء حكيت وياها وحكيت وياك يعني نسمه شلون خابرتني انا اقول لك وشلون خابرتني نسمه انا باربيل طلعت من المستشفى. لا اول مره بالمستشفى بعدك ما المستشفى ما ادري يعني لان التليفونات مو يمي. طلعت باربيل من العمليه قعدت باربيل أجرت بيت وقعدت بأربيل لأن يسموها نقاهة. نعم. لأن ما أقدر أجي لبغداد. الدكتور قال لي سعد إذا تروح لبغداد أنت ربعك راح يرجعون يجوك بوس وحضن ومدري شنو وريحة وجقاير فتتعب. أنا أريدك الأشهر الأولى وحدك يعني هم يعزلوك مثل العزل يعني حتى بالبيت وحدك أنت على الأقل تقدير الشهرين الأولين. نعم. وحدك بالغرفه انا بالبيت وحدي يعني عندي مساعد مالي ابن اخويا وياي وحسوني ابني الله يحفظه ان شاء الله يعني انا بغرفه وحدي ولد وحده. نعم. بس التليفونات يمي فنسمة شو انا يعني باربيل كانت ميس الله يذكرها بالخير حبيبتي ولبنى اختها وامها وخواتها يعني عائلة ميس كلهم ووقفوا لي وقفة يعني ما ساها طول عمري فبالصدفة كانت ميس يمي
اتصل بي بينا اتصل الفنان الكويتي داود حسين قال الميس سعد شوية ميس قال أنا بدي أسلم على سعد فسلم علي الرجل وهناني بسلامتك الحمد لله وقال لي أكو بنيتي تحكي وياك فتصورت أني أحد الممثلات أو الكويتية خواتنا الكويتيات فاتفاجئت بالنسمة يعني نسمة متخابرين العراق متخابرين للكويت يعني ده تقولي يعني بالكويت ده تخاريني لا بالعكس أنا كيف ليش بالعكس الناس هالقد ما يحبوك هم اللي طلبوا من عندي الرقم في سبيل أو طلبت لك الرقم أني قلت له ميس نسمة ما تحتاج واسطة يعني ما تحتاج تخابرني يوسف يعني جزء استحت بالبداية لأن يعني ما خبرتك بداية يعني جزء مثل يعني البداية مثل ما عليك اتصلت قول أنا ما قدرت أتحمل الموقف اللي صار فبالتالي ما قدرت إنه أشوف أستاذ سعد بهذا الموقف ما قدرت أخابره أردحت يا جبس حلقي أنا أردحت يا فمن شو قلت له هلو هاي صديق فليت فوضى ليت أمشي ميس خبرت قلت لها نسمة وحالياً هي جاية قدام العالم وحق هذا المي اللي يغسل حي وميت صادق والله والله العظيم أني ذرة زعل ما زعل منها بس أعتب عليها حق أعتب يعني هي أقرب الناس يعني الغربة والله العظيم أبعد المسافات يجوني الناس يعني نقدر نتعرف عتب حبايب وزعل حبايب زعل حبايب ما أكو زعل حبايب اللي مر بيه يمر بيه إذا زعل حبايب يقول أكثر مرة لاقاني ما أسلم عليه من حقه شوف لا من حقه يقول ما يسلم عليه فبالتالي يقول انا قهرت وهي اليوم جايه قدام العالم كله لا هي تعتذر من عندك واني اول ما اريد اراضيها شاركني بالاكل بلا لا لا تخاف مسوية دايت ما اقدر اقول شو اكل هاي دايت مسوية ام سمنت صراحه اضعف يعني استاذ حاليا الناس يشوفكم أيه. الزعل طاح طاح الحمد لله الحمد العتب راح الحمد لله الف الحمد لله الحمد لله طبعا تمشين على مود راح طبعا الحمد لله احنا سعاد غايتنا انا طبعا علاقتي بالميز بالنسومه في دول قلبي اهل اي والله اهل اهل وحتى اولاد اخوها كلهم والله حبيبي احبهم يحبوني وهم متابعين لا تلاقيها بالشارع سلم عليها وطبيعي يعني ما تكون حلقه جايه وقعتك انت وهي ما صادفت يعني ما صادفت تلاقينا سوا احنا يعني بس صادفنا بالعمل مشهد ايه مشهد عندها ايه مشهدين او حلقه حلقتين عندها صار يعني زين استاذ حتى على باقي الفنانين اللي اكو مثل ما وصلوا نقدر لك انا ودعتك ما زعلان على اي بشر وحياتك بس انا قلت لك اعتب لحد الان لا جاني انت ما جيتني اوكي عندك سفر عندك هاي ظرفك ما خلاك تجي لي المستشفى بس اكو تليفون صحيح يعني طلعت من المستشفى الناس بالمانيا بانجلترا بكندا باستراليا كلها خبرت كلها التليفونات اللي يعرفوه اللي ما يعرفه وانت هنا بصفي لا تجيني ولا تخابرني شو مسوي لك انا سويت لك زعلان مني انت اذا زعلان مني قول زعلان ان شاء الله نجيب زعل ان شاء الله لا ما تزعل انا والله العظيم اولا ما عندي اعداء الحمد لله انت محبوب ولا ازعل على احد ولا واحد زعلان علي اتخبط يعني ليلي ما نام اذا اشوف واحد زعلان علي انا راح اعتذر حتى لو هو غلطان انا راح اعتذر بس لا انام وهو زعلان علي زين حاليا طاح الحطب عبت انا يلا قول اوكي استاذ شنو رايك فكره برنامجنا هي مبنية على الصلح والمحبة احنا برامج مو بس فنانين كل الناس والله برنامج حلو جدا و ما طول يعني عيد العلاقات وعيد المحبة بعيد عن تدخل الامور الشخصية هاي بعيد احنا عنها فقط هدفنا الاساسي هو نجمع مو مثل بقية البرامج يعني مع كل البرامج الزينة نعم والبرنامج الزين يفرض نفسه الحمد لله والبرنامج المو زين هم مثل ما يقول لا يصح الا الصحيح نعم بس الصح يبقى فاني شويه عتب عندي على اصدقائي يعني الشاشه امامك على اصدقائي الفنانين يعني الكاميرا امامك لا تخلون البرامج يعني تستفزكم
وتكون واحد بالاخ. يعني دائما خلونا نحب بعض، خلونا نتآخى، خلونا قلب على قلب، مو انا يقعد قدام الكاميرا واحد شيء على فلان وعلى فلانه. وانا هواي برامج دعوني ويستضيفوني بهيج برامج. نعم. فمن سبع المستحيلات انت تستفزني حتى احكي على فلان وعلان. ابد ابد ما اطيب صاحبي حتى لو ضارني. بارك الله فيك. فاني يعني ادعوهم من هذا الباب، هاي البرامج ليش يشجعوها. نصيحتك للناس اللي قافل وقلبه ما بيه رحمه ولهال على امه وعلى ابوه وعلى اخوه وعلى صديقه. انا قلت لك بدايه البرنامج اللي يزعل على امه وابوه هذا الله يكرهه، يعني بصوره عامه اللي قلبه حجر اي الله كارهه، لان هذا سقط هم رب العالمين، هم غضب من رب العالمين يقفل قلبه وعلى امه وابوه حتى على الصديقه وعلى الاخ بصوره عامه. على امه وابوه يقول على صديقه يعني مو طفل على امه وابوه. يعني انا قصدي يعني اخصص بصوره عامه. هواي ناس هواي ناس صديق عنده بطقاقي حشاك يقفل على امه وابوه، لا صديق عنده ولا حبيب ولا حبيب. كل جرف قدامه شاطئ، الله هم يعطيه ولد وراح ترجع نفس المأساة مالته. اخر كلمه وجهي للاستاذ سعد، اقول له اليوم اسعد لحظه بحياتي. شقابه وحق النعمه اسعد لحظه بحياتي. قولي غديج. اشكرك على البرنامج الحلو، اشكرك لان اليوم يعني شلت هم كبير سعودي كبير عندي. حبيبي انت لو بخبر يعني انت يا عمري غنيتينا على البرنامج يعني اجيك سوي لي غدا على راس استاذ. اشكركم الله يشكرك كلش وربي يعني سعة الصدر مالتكم. بالعكس واجبنا هذا ينميها ويزيد القوة والمحبة في دول العمر. ربي يسعدكم وكادر كل ان شاء الله كلش على راسك الموفقية والنجاح. نعم الله يحفظك يا عمري. انت كلمة أخيرة منك، نفس السؤال وجهته الأستاذ سعد الفنان العراقي العظيم اللي نعتبر مثال انه ايضا فنانة عراقية جميلة. الله يرضى عليك. الله يحفظها ان شاء الله. الحمد لله سوينا بالسبل. نصيحة نعم الى كل شخص نعم اللي قلبه حقد ما عنده رحمة على اهله وناسه بصورة عامة. نعم. انتم تعتبرون قدوة نقتدي بيكم، ايضا المشاهد العراقي يقتدي بيكم. نعم. نصيحة لك كاميرا امانك. انا سمعت هواية حالات وشفت هواية حالات، طبعا هذا اللي مثلا ما يرضى امه وابوه، ما يراضيهم، ما يرضي صديقه، ما يرضى، لا لا يظل الحقد بقلبك، ترى الدنيا كلش صغيره، ومثل ما قلت لك كل جرف قدام شاطي، الجنه تحت اقدام امك وابوك، مو بس امك. يعني انت الله هو غفور، انت بشر ما تغفر، لا اغفر وخلي قلبك كبير وواسع ونام مظلوم ولا تنام ظالم. هاي عبره اخذها بعدين تتندم على كل لحظه. الصديق صديق، ما يرد من عندك شيء ولا انت تريد من عنده شيء، بس الكلمه الحلوه الطيبه. انا اليوم اعتبرت نفسي اسعد انسان اليوم من يعني قدرت اصالح اخويا وحبيبي وزميلي ورضى بالمصالحه مالتي رغم انا اللي مقصره. طبعا اشكر برنامجكم، اشكر استاذ سعد سعد صدره حبيب قلبي. الله يحفظكم ان شاء الله. باشراني خطارك يا الله. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك حبيبي. نورك لك الصحه والعافيه. جيتك على راسي هاي. شكرا لسيد ليش على راسي نورتين وفرحت قلبي. شربوا عصيركم لكن قبل أن أشرب العصير. إذن مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا هذا اليوم. قبل الختام سامح سامح حب لا تكره، الدنيا صغيرة خل ننهيها وإحنا قابل رب العالمين والمحبة بداخلنا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أمنا تشبه نلتقيكم في حلقة أخرى. دمتم سالمين وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل برنامج يحاكي الوجدان ويدخل إلى قلوبكم قبل بيوتكم ليرسخ مبدأ التسامح وينشر الود بين الناس.